لنحكي عن المشاهد اللي شفناهن ربا الأمين الناشطة بجروب اي تيم، هي ضيفتنا لليوم. ربا أهلا وسهلا فيك. شفنا هذا الفيديو واستوحينا منه أنه عم تشتغلوا كرمال بريف هارت، لأنه شفنا كمان اللوجو تبع جمعية بريف هارت. أول شيء، من هو جروب اي تيم؟ جروب اي تيم هو جروب عدائين ناشطين عم بيركضوا لقضية إنسانية. السنة الماضية ركضنا لل Children Cancer Center، السنة عم نركض ل Brave Heart. القضية هي دائما إنسانية، لأنه عفوا هي اللي بتعطينا حافز لحتى نقدر نعمل fundraising، نجمع قيمة مادية معينة لنقدر نساعد هالجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية اللي بالبلد. كيف جمعتوا بعض؟ هلا هي بتصير اكثر بي ار، وبنعرف بعض يمكن سابقا، قسم منا بيعرف رفيق صديق كذا، فهيك بتصير يعني عمليه بي ار اكثر. وامرار بنلتقي بايفنتس معينين نتعرف على بعض، كمان بصير في عنا ممبر مهتم انه يفوت معنا بالجروب وبتصيروا تكبروا وبنصير بنكبر شوي شوي. هلا هون انا بحب اذكر مس ألما خضرا يلي هي الماراثون كوتش وترينر، وهي اللي أسست اي تيم، وهي وراء هيدي الفكرة يلي هي فكرة إنسانية، وبحب وجه لها تحية. عم نحكي عن مشاركتكم بالماراثون بماراثون بيروت يلي نعم. بيصير كل سنة. عم نشوف ألما هون امبارح، هول الصور السنة الماضية، هول الصور سنة الماضية وقتها ركضنا للتشيلدرن كانسر سنتر. قديش جمعتوا لهم بوقتها مبلغ؟ 26,250 دولار، والسنة إن شاء الله بدنا نسعى لأكثر كرمال البريف هارت، لأنه العمليات بتكلف ما بين 8,000 و 30,000. بدي احكي شوي عن الحاله يلي بيعالجها بريف هارت، حاله الطفل يلي بيخلق بكونجنتال هارت ديزيز، هو مرض قلب خلقي. هو مرض قلب خلقي بيخلق عنده ديفيشنسي، يعني في نقص بمكان ما. سو هذا الطفل ما بيقدر يعيش اكثر من سنه سنتين. نحن هون قضيتنا هلا قضيه حياه او موت. يعني اتس نوت ا ديزيز، بالانجلش بيقولوا له ديزيز، اتس نوت ا ديزيز، هو منه مرض، هي حاله وفاه او انه هالولد انه يعيش. فنحن اكيد يعني عم نسعى، ولانه خاصه بعد ما تعرفنا زرنا بريف هارت وتعرفنا على التيم وعلى المؤسسين تبع بريف هارت، شفنا اطفال، شفنا اهاليهم. يعني فعلا حالات ما فيك ما تحسي معه، ما فيك ما تشعري معه. حسيت اكثر بالتزامكم تجاه هالقضيه. طيب بريف هارت كيف رحبوا فيك بفكره انه انتم بدكم تدعمون؟ لانه بنعرف بالماراثون كثير عن جد بيكون في كثير اشخاص بيركضوا لقضايا انسانيه، وبريف هارت دائما بيكون عنده كمان حصه كبيره. كيف رحبوا بالفكره انه اي تي ام رح يدعم كمان بريف هارت السنه؟ اساسا ألما خضرا ركضت مع بريف هارت من أبل. سنتين ودجا يعني في تعاون سابق، ومن هالمنطلق يعني في ساعة اوريدي مبنيه من قبل. واكيد رحبوا كمان لما صار في اجتماع بيناتنا ولمسوا مثل ما نحن لمسنا التعاون يلي ممكن يصير بيناتنا، وسو فار سو جود. اوكي ربا، خبرينا كيف عم بتجمعوا المصاري؟ يعني بنعرف المشاركه هي مشاركه معنويه بالماراثون، بس لازم يسبقها قبل نشاطات بركه بتخلي يصير في. اكيد نحن هلا عم نعمل، قلنا تقريبا شهر عم نعمل كامبينينج بالسوشيال ميديا، واكيد من خلال معارفنا يعني حتى برايفتلي باي ايميل. اللي عم بيصير انه نحن فتحنا لينك، هيدا اللينك بنعمل الدونيشن عليه. هلا على شو هو اللينك؟ اللينك هو مفروض يفوتوا على فيسبوك يكتبوا اوف رود رانرز كلمه وحده، دي سكرول داون، اول ما بيشوفوا اللينك بيكبسوا عليه وبينعمل ساعتها دونيشن. ومحل سلوت الرانر ينكتب بليز اي تيم. ونحن اكيد يعني بنامن انه سمول اماونتس دي دو اد اب، يعني قد ما كانت قد ما كان التعاون رمزي اكزاكتلي بيجيب نتيجه. اوكي ربا، انتم كل واحد بيشتغل بدومين معين، يعني جماعتكم هوايه الركض، او ما بعرف يمكن البعض منكم محترف بهذا المجال. بس كل واحد كمان عنده شغله. قديش مهم انه الشخص يكون في عنده ما بعرف لفته للشان العام، هدف معين بحياته، تحفزه بركي قضيه انسانيه معينه؟ كتير مهم الإنسان يكون عنده مشاعر مش بس تجاه نفسه كإنسان، بس مشاعر تجاه الآخرين. يعني أنا بآمن كإنسان أولاً أنه لازم أشتغل على حالي وطور المحبة يلي موجودة أوريدي فيي، وأشعها أكتر
لسير اوار للمحبة اللي موجودة بغيري وازرعها اذا ما كانت كمان موجودة عند غيري او ما اشع. فنحن هون كلنا بهالجروب عنا هالنفحة اذا بدك للمحبة وعنا هالعطاء يلي بيخلينا دائما نكون انرجايزد انه نزرع البوزيتيفيتي حوالينا. فاكيد لازم الانسان لحتى نكون عايشين خاصه بالاحوال النيجاتيف يلي نحن عايشينها صرنا على الارض از هول يعني مش بس ببلدنا، لازم كل فرد انا بعتبر بشري على هالارض بقى يكون عنده هالبوزيتيف منتاليتي ونطلع بقى من هالاجواء النيجاتيف. ربا خاصة انه عم نحكي ماراثون وبنعرف قديه بده التزام ومثابرة جهد جسدي ونفسي، بدكم تركضوا 42K 42 كيلومتر اللي هي مسافة كتير كبيرة. صحيح. وعن جد يكون الشخص وصل لمرحلة محترفة تيقدر يقوم فيه. يعني قديش كمان في التزام للشخص، هو بده يكون عنده إرادة قوية تيقدر يقوم بهالمهمة. طبعا في ديسبلين، نفس طويل أكيد. أكيد في ديسبلين بالأكل، في ديسبلين بالتمرين، نحن بالتفكير، بالتفكير كله بالتفكير، هي مسألة إرادة. Once you control your thought you control everything in your life، يعني هيدا الإيمان الذهني إذا بدك اللي عنا إياه. ففي ديسبلين، فاذا عنا اياها التمارين من خلال مسألة المخدرة مثلا يلي هي كوتش بيقسى علينا بس لهدف ونحن ملتزمين معها للاخر. شو بتاكلي؟ هلا قبل بقد ايه؟ هلا في اكل معين لازم تاكلي اكثر شيء كاربز وبروتينز لتقدري تحرقيهم بالركض. مين قال لها انه عم تلتزموا بالشيء المطلوب؟ نحن لا لا بتابع معنا، بتابع معنا مسألة المطلوب. مركبة فيديو، مركبة فيديو بالقوة. ربا يمكن الهدف انه كلكم في ريبورت، في صور تنبعت مع الوقت والتاريخ. كم ممبر من الاي تيم بده يركض بالماراثون؟ نحن 13 ممبر. اوكي و13 لازم اثنين كلكم توصلوا للفينال. فرانكلي ايه، نحن مقسومين ما بين الهاف ماراثون وبين الفول ماراثون، بس العدد الاكبر هو اللي حيركض الفول ماراثون ال 42K. وكل قد ايه لازم تركضوا؟ يعني كيف عم تتمرنوا هلا؟ نحن عم نركض 3 مرات بالاسبوع، وهذا عدا التمرين الفردي كمان يلي بيعمله كل واحد منا لوحده. سو كجروب بنركض 3 مرات بالاسبوع، واكيد في تمارين مختلفه، يعني كل سيشن بتكون مجهزتها ألمة بطريقه معينه. يعني نفس التراجيه بتعملوه كل مره؟ لا منغير، منغير اوكي. طلعه نازله؟ ايه ايه اكيد اكيد, أكيد. يعني كل احد مثلا نروح تريل أكتر. اكيد كل احد نطلع تريل برات بيروت، يعني يعني طريق جبليه بنركض فيها. خاصة انه بنعرف الماراثون يعني مش بس مناطق ببيروت بتكون مسطحة، كمان بتروح شوارع طلعت ونزلت بترموا يعني بكل بيروت وضواحيها. جسمنا يتعود ودعسة الاجر تتعود على على المطبات. قديش انت سوبر وومن روبا؟ هلا نشوف الخاتم اللي لابستيه عن جد. قديش انت اي ثينك وي ار تركي ايزي هيك جنبي. اي ثينك وي ار سوبر تيم. بس اذا هشام بياخذ زوم على And okay. hopefully we will prove ourselves as a super team. لا ليش أخذتوني أنا؟ خذوني يلا يلا نرجع على خاتم السوبر. أوكي هيدا هو. أوكي واو. أوكي أنت شو بتشتغلي أصلا؟ أنا براند ديزاينر، جرافيك ديزاينر. هيك ستايلش بالعقد. ثانك يو. أوكي مع هيدا وكله بضل في نواحي إنسانية، ويمكن يلي بيشتغلوا بهالقطاع مثلا ديزاينر فنانين بيكون عندهم يمكن هيك نظرة إنسانية أكثر من غيرهم ولا؟ هلا حلو اللي عم بتقوليه، بس كمان كثير شائع. ايه ممكن لا بصيروا بقيه الاشخاص روبويات. يعني نحن بالتيم لا مش ما تاخذوها هالقد اكستريم. ليكي بالتيم لا يعني في عنا البزنس مان وعنا التلميذ الطالب الجامعي وعنا الاكاديميك وعنا الديزاينر، سو مخلطين وكل واحد منا عنده هالحافز الانساني. بقى اذا في حدا عم بيسمعنا وعن جد على باله يركض وينضم للتيم تبعكم اكيد الباب مفتوح، بعتقد اكيد الباب مفتوح، ونحن دائما بصدد انه نستقبل نيو ممبرز as long as they have the dedication will انه يكونوا disciplined ويركضوا معنا للماراثون. واكيد اذا مش السنه السنه الجاي حسب قد بيلحقوا. والهدف كمان لاي تيم انه يتوسع مع الوقت بنشاطاته الخيريه مش بس لوكالي يعني.
ربع الامين الناشطه ب اي تيم، نحن بنتمنى لكم التوفيق من ذاك الماراثون ب 13 شهر اللي جاي اذا الله راد، وعلى امل انه تحققوا اهدافكم وبريف هارت كمان من خلالكم تحقق اهدافها. اهلا وسهلا فيكي، ميرسي، نسلم عليكم كلكم. ونحن بنحب كمان كاي تيم نتشكركم ونتشكر الفيوتشر لدعم المعنوي لهالقضيه الانسانيه. اهلا وسهلا، شكرا. بريك ومتابع من بعده حلقتنا، خليكم معنا.